وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلاقات الآسيوية بجامعة بني سويف. دكتور نادية، بعد التحية، كيف تقرأين زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته من قبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لحضوره كضيف شرف في يوم الجمهورية، يوم التعديل والعمل بالدستور الهندي؟ يعني تأتي هذه الزيارة احتفالا بمناسبة مرور 75 عام على إنشاء العلاقات يعني المصرية الهندية، وتأتي ضمن جولات الرئيس السيسي يعني الناجحة للقارة الآسيوية، بالذات بعد زيارته الأولى في عام 2016 ولقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وكبار المسؤولين. وعلى الجانب الآخر، فإن يعني تلك الزيارة لها أهمية خاصة من النواحي الاقتصادية والسياحية وأيضا يعني السياسية. على النواحي الاقتصادية، فإن هناك قائمة بمشروعات مشتركة جديدة تعول عليها مصر أن يقوم بها الجانب الهندي، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. وأهم تلك المشروعات الهندية بالفعل هي إنشاء مدينة طبية على مساحة أكثر من 350 فدان، بها عدد من المستشفيات والمدارس الطبية، والاتفاق على إنشاء جامعة هندية متخصصة في الطب وفقا يعني لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الجانب الهندي. وفي اعتقادي ان تلك الزياره للرئيس السيسي للهند هي انجاز سياسي واقتصادي هام جدا يعني في الوقت الحالي، وخاصه وانها تدفع عجله توجيه السياحه الهنديه، وهذا هو الامر المهم جدا عندنا يعني إلى مصر، وزيادة أعداد السياح الهنود الوافدين إلى مصر. ومن المتوقع بعد زيارة سيادة الرئيس السيسي للهند أن يتم مناقشة أو بالفعل زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر والهند، لأن الهند من أهم الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية، فضلا عن النمو الاقتصادي المتزايد. وأيضا هذه الزيارة سوف ينتج عنها تفعيل الاتفاق الذي تم بين الحكومتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لثمانية مليار، وأيضا تفعيل اتفاقيات التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن الهند تعد من يعني أهم دول العالم في هذا القطاع. وأيضا يعني سوف يتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات بين الجانبين. وأيضا بتجدي يعني ان تلك الزياره لها اهميه خاصه في دفع وزياده عدد الشركات الهنديه يعني التي تعمل في القاهره، وخاصه ان الشركات الهنديه بالفعل قامت بتنفيذ عده مشروعات يعني في السكك الحديديه والحد من التلوث ومعالجه المياه والري. والهند ليها ميزه نسبيه، والشيء اللي هو اللي بيهمنا يعني وفقا للتوقيت ان الهند مثلت بديلا مهما للقمح الروسي والاوكراني يعني، والذي تعد مصر أكبر دول العالم المستورد. يعني بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، قامت مصر بشراء 500,000 طن قمح من الهند يعني. ومن هنا بتجدي أن الجانب الهندي له أولوية قصوى للجانب المصري. وأيضا على النواحي الأكاديمية والثقافية، بتجدي أن معاهد البحث والجامعات يعني بدأ، وحتى على الجانب الهندي والجانب المصري، بدأوا تنفيذ عدد من الندوات الفكرية والثقافية والمشاركة أو إقامة مهرجانات ثقافية وفنية خاصة بين الطرفين. نعم، دكتورة نادية حلمي، أستاذ العلاقات الآسيوية بجامعة بني سويف، شكرا جزيلا لك.